لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تسببت وعكة صحية في نقل الإعلامية الكويتية مي الحدان إلى المستشفى بشكل مفاجئ الاثنين. شاركت العدين عبر حسابها الرسمي على الانستغرام مقطع فيديو توثق فيه حالتها الصحية، حيث يظهرها في الفيديو وهي تلتقي إبرة ومحاليل طبية. وظهرت العدين في الفيديو وهي تركض على السرير، وأحد أفراد الفريق الطبي يعلق المحلول الطبي في يديها. وارفقت العدين الفيديو بتعليق تقول فيه: الحمد لله، ان شاء الله ارتاح، الله وحده يرعاني بعينه التي لا تنام ويغني عن كل ام واب، فهو الخالق الرحيم. مما جذب العديد من التعليقات من متابعيها وتبينت ردود الفعل، حيث دعا البعض للعدين بالسلامة والتعافي، بينما انتقدها خروم بسبب تصريحاتها ضد فرح الهادي وربطوا بين تلك التصريحات وحالتها الصحية الحالية. مي العدام من مواليد 20 أبريل نيسان 1977، وهي ممثلة كاتبة إعلامية وناقدة كويتية اشتهرت بنقدها الحاد ومثير الجدل. ولدت في الكويت من أب كويتي وأم مصرية، لكنها حاصلة على الجنسية الكويتية. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، تزوجت بعام 1995 من الفنان عادل مفيدي، وكان يكبرها بفرق 40 عام، ولكنه انفصلا وديا بعام 2006 بعد خلافات استمرت أشهر. بدأت مسيرتها الفنية في دور صغير بمسلسل سليمان الطيب في عام 1993 مع حياة الفهد وسعاد عبدالله. سرقت في أعمال مسرحية جمالية حتى آخر أعمالها لأيام الفنان محمد السريع في الثلاثية التلفزيونية نوال. ومع اعتزالات تمثيل بناء رغبة والدتها، اتجهت إلى مجال الصحافة والنقد، وقامت بإكمال دراستها في كلية الإعلام في جامعة الكويت قسم صحافة. كما حصلت على دورات بكتابة السيناريو على يد السيناريست بشير إلى ذلك من مركز البيان بدبي، وهي عضو في مسرح الخليج.